بسم الله. ممكن اكون محتاج احط كابنت في الغرف، فاجي هنا اقول له انا عايز كابنت، بيديني اشكال كتيره. ببدا اشوف اللي انا عايزه، مثلا الكابنت اهيت اهي حطيتها بالشكل دوت. اقول له مثلا عايز فول هاي، حاجه فول هاي، وليه ان انا اعدل في الماس بتاعها زي ما انا عايز، اعمل على سيلكت واحرك زي ما انا عايز بالشكل دوت. تمام. لو عايز اشوف الشغل بتاعي ممكن اشوف 3D، او ان انا اعمل كاميرا، اختار الكاميرا وادوس من هنا واقول له انا عايز اشوفها بالشكل دوت، فيفتح لي الكاميرا فابص عليها اشوف هل هو ده فعلا الزبون عايزه ولا الزبون عايز حاجة تانية. الزبون دايما على حق.